يلا عبد الإله، ممكن تبتدي تقرا لنا الفيرست باراجراف ده؟ Cass had a هو big ال C وال H هنا هتتنطق تشه، طبعا هناخدها بعدين بس بقولها لك. وهنا دي A chased chased Chase had a big bike a bike had a bike a bite dry. He wrote it down ثواني معلش to عبد الإله. a bike the boy. ثواني a bike that was A اخر bike كلمة ايه بقى؟ that was dry. لا ما احنا اتفقنا ايه بتقول اسمها ايه gray. ايوه تمام gray. Gray. He wrote it down to the bay. He say about a He bit. saw a boat. He saw a boat which a sail. تمام He برافو. which Watched a man what should a man deliver ايوه ما صح mail. mail deliver mail. تمام excellent. مدام حنان Cat saw a black bat. It was flying fast. لحظة شوية أستاذة. تمام But saw a black bat. It was flying fast. But saw a fat rat. It was running past. تمام But saw a tabby cat. It was under his hat. Pat saw a rabbit. تمام It was eating grass. grass Pat saw grass. تمام Pat saw a lot of animals animals. تمام excellent.
يلا بيسان. بيسان مش سامعاكي. بيسان بيسان انا مش سامعاكي. بس الصوت واطي قوي، قربي او علي صوتك. تمام كملي. تمام. Play again. اوكي. Cape. Where's again? اكيد. Again. I can open something. تمام. طيب أول كلمتين the ship. ذا The شيب ship. Yes. ذا شيب هاف اف آه. ا سال ايه دي هنا معاها باول تاني. تيل تيل. تمام. كمل يلا. there there is my ايه برضو معاها باول تاني. male and ذا the box تمام. اللي بعدها وات what that ويل. will you bet pain. that paint. bear paint يلا كمل. ta ذا the run a rain. train comes comes down. down آخر واحدة ها he ها he hey goes goes on
ذا ذا ترين ترون اي. ترين تمام. عبد الإله. I see they hey ذا will هي. you the hair تمام. will you pay him برافو. شي she wants to play برافو. the sun's rays are bright برايت. hair bright hair لانش lunch is on a tray تري. تمام. اكسلنت. طيب علشان ما ناخدش بقية الفاولز كلها ورا بعض، هناخد حاجة في الكونسنانت النهاردة اللي هما الحروف الساكنة، ناخد حاجة في البلندنج. البلندنج عبارة عن ان انا بدمج تو كونسنانت مع بعض. تاني الحروف البلندنج ان انا بدمج تو كونسنانت مع بعض. فتعالوا نشوف الحاجات اللي احنا مش بنعرف نقراها في دمج ال consonants. طيب اول حاجة، أول حاجة هي ال C وال H. طبعا احنا عارفين انه الحرف الأولاني لوحده بيقول الصوت بتاعه ك، ده ال hard sound، وال soft sound بتاعه ال س، والحرف التاني الصوت بتاعه ه. لكن الاتنين دول لما بيتحطوا جنب بعض بيعملوا صوت ال تش. تعالوا نكتبها كده عشان نفتكرها. احنا عندنا ال C وال H وكمان ال T وال C وال H، يعني لو حطيت قبلها T مش هتفرق في الصوت ولا حاجة، هما الاتنين بيتنطقوا تش تش، هما الاتنين بيتنطقوا تش تش. يلا سمعوني الأصوات. عبد الإله. تش، عايز أسمع تش. شا تمام مدام حنان. شا شا طيب شا برافو. بيسان. 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 يلا عايز اسمع تشا. تمام. فالكلمات عندنا هنا زي تشيس، تشيست، تشيك، تشيمب، تشين، تشيبس. فال C وال H صوت ال تش لما يجوا ورا بعض صوت ال تش. طبعا ليهم exceptions يعني، او ليهم استثناءات، بس الصوت الديفولت او الاساسي بتاعهم هو ال تش. لكن في استثناءات، مثلا عندنا بعض الكلمات ممكن الكه تبقى silent زي كلمة school. سوري بيكتب عربي. زي كلمة school هنا عندنا
السي والاتش هنا ما قالتش تشا، هي اصلا الاتش سايلنت والسي هي اللي قالت صوتها. فعندنا بعض الاكسبشنز او بعض الاستثناءات زي كلمة سكول، وطبعا هنقابلها كتير في النص، وساعتها اقول لكم لا دي استثناء مش بننطق السي والاتش، احنا الاي اتش هنا سايلنت والسي هي بتقول عادي صوتها. تمام، طيب نقرأ. يلا عبد الإله. chase تشيس chest تشيس تشيس. chest تمام، chest برافو مدام حنان. cheek مدام حنان cheek تمام. طيب شون تشين تين جيبس جيبس تمام، برافو. بيسان هنا بقى جاية في الآخر. بنش لانش تمام. عبد الإله أستريش أوستريتش سان تي اتش سندويش أوستريتش أستريش ساندويش ساندويش ساندويتش. بصوا هنا كلمة ساندويتش أساسا الدي مش بنسمعها، دي هنا مش بينطقوها، بيقولوا ساندويتش ساندويتش. تمام، تمام مدام حنان. Nick has 10 chicks. تمام، The chicks are on a bench. برافو. They chicks are on a long bench. تمام، I لا دول هنا النمبرز 1 2 one 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 chickens. تشيكس. تمام، طيب it Cats. It and is is ايوه and long pen bench bench this lot lunch 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 box and on there the pant بنش. تمام، طيب اختها بقى الاس اتش دي بقى صوت الشه الشين، الاس والاتش صوت الشين. شل شيب شوب براش ديش فيش، دي صوت الشين عادي جدا. يلا بيسان.
حيتان. تمام، عبد الإله. شوب روش برافو مدام حنان. ديش فيش تمام يلا. طيب بوت بات، ركز في الفاول، ركز في الفاول. ايوه بات، بات هوس هاز، نفس هاوس الفكرة. هاز ان شوب شيب تمام. شي شي هاز اند راس راش فيش. فيش فيش اوب فيش اوب طب ايوه كمل يلا. شي شي لوس سيلز، ستيلز فاش اند فيش، اند اند فريش اند فليش فليشيس فليشيس ركز، ما ايه، اقرا بالراحة ما تتلخبطش. شيلز، شيلز. شاز شاز ان 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 سلوب ان ذا ان ذا شوب شوب. تمام عبد الإله. It is a big fish. The fish is on the dish. تمام برافو. يبقى كده ال CH بتتنطق ش، لكن ال S وال H بتتنطق ش. دول أول اتنين. تاني حاجة ال TH، ال TH نركز فيها لأنها عندها صوتين، واحد soft وواحد hard، وللأسف هي ملهاش قاعدة امتى تتنطق سوفت وامتى تتنطق هارد، علشان كده بنحفظ الرمز بتاعها في الديكشنري، علشان لما ارجع لها في الديكشنري ابص في الكلمة اعرف الرمز اللي مكتوب ده هيخليني انطق ال تي اتش سوفت ولا هارد. عندنا اول حاجة الهارد ساوند، الهارد تي اتش هي حرف الذال، وطبعا احنا عارفين حرف الذال لازم اطلع لساني فيه والا ابقى نطقته زين، فعشان كده ال تي اتش في الصوتين سواء الهارد او السوفت لازم اطلع لساني. اول صوت اللي هو الهارد ساوند اللي هو بتنطق ذال، بتنطق ذال. وتاني صوت اللي هو السوفت، الصوت الناعم، السوفت تي اتش هو صوت الث، وطبعا الث برضو لازم اطلع لساني والا هبقى نطقتها سين. ففي كلا الحالتين التي اتش لازم اطلع لساني وانا بقولها سواء الث او الذال. تمام. الرمز بتاع صوت الذال اللي هو الهارد ساوند هنلاقي شكله في الديكشنري عامل كده.
والسوفت ساوند هنلاقي شكله في الديكشنري عامل كده، ودول هنا مهمين نحفظ أشكالهم علشان لو عندي كلمة أول مرة أشوفها ومش عارف هنطق ال تي اتش اللي فيها سوفت ولا هارد، لازم هرجع للديكشنري، والديكشنري هتبقى مكتوبة بالعلامتين دول. فلو لقيت العلامة اللي فوق يبقى ال تي اتش دي بتتنطق الهارد ساوند اللي هي الذال، ولو لقيت العلامة اللي تحت يبقى بتتنطق ث اللي هي السوفت ساوند. احفظوا الشكلين علشان الكلمات اللي جاية، تمام، في الجمل هكتب لكم الرموز وانتوا هتقولوا، تمام. ففي كلا الحالتين لازم اطلع لساني. طيب هنا الصفحة دي كلها ال TH بتتنطق الهارد ساوند، الهارد اللي هو علامته عاملة كده اللي هو حرف الذال، تمام. لازم اطلع لساني. يلا عبد الإله. That تمام، برافو، كمل. this برافو، them برافو مدام حنان، نفس الكلمات. that برافو، this them تمام، برافو. طيب، that برافو، this برافو. ذم، them تمام. يلا بيسن، that شاطرة. this them، تمام. عبد الإله. This is a dish. برافو مدام حنان. That is a shop. اكسلنت. يلا طيب تاني. This is a sheep. بص في الكلمة. يلا تاني، مش شيب. شوب ده بوس دش، تمام، برافو. بيسان، برافو. طيب هنا الصفحة دي ال TH كلها soft اللي هي صوت ال ث. يلا عبد الإله. thick thick، thin thin، برافو مدام حنان. think some تمام، برافو. طيب cloth هنا ال TH في الآخر ث، cloth، cloth، cloth أيوة. cloth moth برافو. يلا بيسان. the moth is on my ثم،
some. تمام. عبد الإله، خلي بالك هنا في اتنين، واحدة soft وواحدة hard. What is that thing? برافو. يلا مدام حنان، الكلمات اللي على الشمال. Cheese. شه. تشيز. Cheese. تشيز. Cheese. يس. Air. اها. Peach. بيتش. تمام. آه طيب، اللي على اليمين. شون. تشين. تين. تشين. تن بنت بنت بيتش. بيتش. بيت بيت برايت لا برضو السي اتش